قدامه انه يعمر منطقه دير الانبا شنوده بهذا التعمير الكبير والمبدع والتعبير تعبير الدير جميل جدا. لكن اجمل حاجه في الدير هو انتم اللي موجودين النهارده ويانا من الوحشيات سهاج وإنا والاباء الاسقفه والمطرنه الاجلاء والاحباء في خدمتهم. انا الحقيقه سعيد ان انا اجي هنا بالذات. زي ما يمكن بعضكم يعرف انا في حياتي في ثلاث محطات، محطة البلد اللي اتولدت فيها المنصورة، والبلد اللي دخلت فيها المدرسة سوهاج، دخلت اولى وثانية وثالثة ابتدائي، نص ثالثة ابتدائي كده هنا في سوهاج، كنت في مدرسة اسمها مدرسة عبد الله وهبي، موجودة زي ما هي كويس. والمحطة الثالثة دمنهور بقى اللي خدت فيها ثانوية عامة ودخلت الجامعة في اسكندرية. فسوهاج لها ركن كبير يعني في حتة صعيدي كده بتاع ثلاث سنين يعني. وطبعا أنا مبسوط خالص إن يكون فيا يعني حضوري هنا وأنا طفل صغير، مش متذكر ذكريات كتيرة لكن متذكر إنها كانت بداية حلوة في حياتي.